ننتقل مباشرة إلى بكركي لنستمع إلى كلمة رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد أن انتهت الخلوة الثنائية التي جمعته بالبطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي. وأيضا نشاهد في الصور وصول السيدة الأولى إلى الصرح البطريركي في هذه الأثناء للمشاركة بقداس العيد الذي سيترأسه البطريرك الراعي كما جرت العادة في كل سنة. ومن التقاليد المتبعة يصل رئيس الجمهورية أولا إلى بكركي ويكون في استقباله عدد من المطارنة وبطبيعة الحال البطريرك الماروني، ولاحقا تنضم السيدة الأولى إلى الصرح البطريركي قبل أن يبدأ قداس العيد. الخلوة الثنائية التي حصلت بين الرئيس عون والبطريرك الراعي دامت نحو 30 دقيقة تقريبا، وهي تناولت بطبيعة الحال مسألة تشكيل الحكومة. وقد علم أن الراعي سأل الرئيس عون عن السبب الذي حال دون تشكيل حكومة تكون بمثابة عيدية للبنانيين، فأجاب الرئيس عون أن السبب هو معركة سياسية وتغيير في التقاليد والأعراف. ومن المنتظر أن يكون للرئيس عون كلمة يلقيها من الصرح البطريركي قبل أن يبدأ قداس العيد. ويفترض أن تكون بعد لحظات. ومن هناك تنضم إلينا الزميلة جويس عقيقي. جويس يعطيك العافية. وصل إذا رئيس الجمهورية، نحن ننتظر أن يصرح من بكركي. نعم. طبعا بمناسبة كل عيد ميلاد نجي منصلي ببكركي، بالمناسبة من عيش جميع اللبنانيين. هلا نحن عايشين بأزمة تأليف الحكومة، فصلوا بهالقداس حتى تنحل الصعوبات. يبدو أنه البعض عم يخلقوا تقاليد جديدة بتأليف الحكومة ما عرفناها من قبل، وهيدي بدها يمكن شوية وقت حتى تنحل. هلا وينعاد عليكم على جميع اللبنانيين. الرئيس من يعرف للعهد؟ إن كنت تسمعني رالف هل تسمعني؟ نعم جويس نحن معك. إذا كلمة مقتضبة كانت لرئيس الجمهورية. كلمة مقتضبة جدا لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رالف. يعني طبعا هو قال أنه لا شك أنه بدأ، خلينا نقول بدأ مستاء جدا من كلام يعني أو مما يحصل في تشكيل الحكومة. أيضا فخامة الرئيس هو قال أنه كل موجودة في تشكيل الحكومة، وهو بالتالي يقصد بكلامه هذا أنه تشكيل الحكومة لم يعد حصرا، وكأنه يقول أنه تشكيل الحكومة لم يعد حصرا برئيس الحكومة المكلف وبرئيس الجمهورية، إنما دخل إليه أفرقاء آخرون على الخط. وبالتالي يبدو أنه واضح أنه رئيس الجمهورية من مستاء، لا يحمل مسؤولية للرئيس المكلف سعد الحريري. نعم. لأنه هو قال أنه التقاليد والأعراف تغيرت، وبالتالي هو يرمز من قناة إلى أنه صارت الحكومة وكأنه يشكل الأفرقاء كلهم والكل يتدخل في تشكيل الحكومة. وبالتالي واضح أنه أقله رسالة رئيس الجمهورية اليوم ليست موجهة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري، إنما إلى أفريقاء آخرين. يعني جويس يمكن أن نقول أيضا وبمقارنة مع العام الماضي، في العام الماضي الرئيس عون أجاب على كل الأسئلة التي وجهت من الصحفيين إليه. صحيح رالف، كنت أود أن أقول ذلك. يعني واضح أنه رئيس الجمهورية مستاء من مما يحصل، مستاء من عملية أو أزمة تشكيل
تشكيل الحكومة، واضح أنه بكلامه هناك اقتضاب، لا يريد أن يجيب عن أي سؤال كي لا يفسر كلامه، كي لا يفسر هو كلامه أيضا، ترك الأمور كما هي. قال أنه حتى عندما سألناه حاولنا أن نسأله فخامة الرئيس من الذي يعرقل عهدك، نعم. لم يجب، لأنه استشهدنا بكلامه لصحيفة المستقبل وقال فيه أنه هناك من يعرقل عهدي، لكنه لم يجب. بس الواضح رالف إذا بدنا نقرأ بين السطور وإذا بدنا نحلل كلام رئيس الجمهورية عن التقاليد والأعراف، هو يقصد بذلك أنه من يشكل الحكومة اليوم ما عاد رئيس الحكومة والرئيس الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، إنما وكأنه يقول أنه هناك أفرقاء آخرين عم تدخل على الخط وهي التي تعرقل التشكيل. الرسالة أظن أنها واضحة رالف. على أي حال، رئيس الجمهورية توجه في هذه الأثناء من الصرح البطريركي إلى كنيسة الصرح، طبعا برفقة السيدة الأولى بعدما انضمت إليه للمشاركة في قداس العيد. نعم، وقد دخل إلى الكنيسة على وقع التصفيق أيضا. كلامه مقتضب جدا، صحيح. أنتم ترون في الصور الآن دخول رئيس الجمهورية إلى الكنيسة، وطبعا هناك كلام مرتقب للبطريرك الراعي في عظة الميلاد، وسنرى ما الذي سيقوله البطريرك اليوم. طبعا بطبيعة الحال هو سيعيد ما قاله بالأمس في رسالة الميلاد، ولكن ما سيقوله بعد لقائه رئيس الجمهورية أيضا ستكون له دلالات سياسية، ودلالات ربما على مدى اتفاق الرجلين على الجهة التي تعرقل تشكيل الحكومة. ننتظر ما ستحمله رسالة البطريرك الراعي أو عظة البطريرك الراعي اليوم لكي نفسر كل شيء. ولكن الأهم أنه رئيس الجمهورية لم الخوض بكل تفاصيل الأزمة الحكومية، إنما فقط اكتفى بالقول ميلاد مجيد على أمل. يعني طبعا هو كان صريحا وقال واضح أنه ما في حكومة، لديه أيضا هواجس معينة بعدم التشكيل لدى الرجلين، خلينا نقول هذه الهواجس نفسها. ولكن يعني هذا ما الكلام رئاسي مقتضب جدا من بكركي، يعبر لا شك عن استياء كبير جدا من رئيس الجمهورية لما يحصل اليوم من عرقلة لحكومة كان قال أنها حكومة العهد الأولى بالنسبة له، لأن هذه الحكومة هي التي ستقوم بإصلاحات وهي التي يعول عليها رئيس الجمهورية. إذن لا أدري رالف، هل بدأ القداس؟ لم يبدأ بعد القداس، تستمر الشخصيات بالدخول. يعني كان دخل رئيس الجمهورية وهو يجلس في الصف الأول إلى جانبه السيدة الأولى، وأيضا عدد كبير من وزراء ونواب التيار الوطني الحر حضروا إلى القداس، وأيضا بعض الشخصيات السياسية. وكما قلت جويس، إذن يعني لا شك رالف حضور عدد كبير من نواب التيار الوطني الحر كما قلت أنت، مثل ما عم تشوف الصور، هذا أيضا دليل على دعم ما يعني من تكتل لبنان القوي من التيار الوطني الحر من فريق رئيس الجمهورية لسدة البطريركية. وهذا ما كنت سألتني عنه سابقا، يعني العلاقة ممتازة بين الرجلين، وهناك نقاط مشتركة كثيرة بينهما. نعم. ولا شك أنه الامتعاض هو نفسه. نعم. كما قلنا يعني من عدم التشكيل، من الأزمة عيدية الاقتصادية، من الأزمة الحكومية. صحيح، للأسف رالف، يعني كنا حابين أنه ننقل بالعيدية حكومة، ولكن للأسف. نعم. هذه المرة أيضا أخل السياسيون بوعودهم تجاه الشعب. نعم. اللبناني جويس. ولم تشكل هذه. نعم. الحكومة بغض النظر عن من المسؤول عن هذا الموضوع. Thank you.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من صرت إنسانا وأنت الله، أهلنا أن نفرح بعيد ميلادك المجيد ونشكرك ونمدحك ونسجد لك مع مريم أمك ويوسف صفيك، ونهتف مع الملائكة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. فنسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. سلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، الرجاء الصالح لبني التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أحبنا فأرسل إلينا ابنه الوحيد، وإلى الابن الذي ولد في بيت لحم من مريم البتول، وإلى الروح الذي يملأ عيدنا فرحا وسلاما وقداسا. برخمو ربون رشرشوني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. لك الحمد والشكر أيها الابن الأزلي الذي لا بدء له، أيها النور المحجوب الذي أشرق على العالم، أيها القديم الأيام الذي ولد طفلا من بنت داود. نتأمل اليوم سر محبتك لنا هاتفين، ما
عجبك يا الله صرت إنسانا وما برحت أنت الإله. ما عجبك يا الله نزلت في مغارة فملأت السماء والأرض من مجدك. ما عجبك يا الله جاءك الملائكة والرعاة والمجوس سجدا. بميلادك دمت السياج بين العلويين والأرضين وأقمت السلام بين الأرض والسماء. بميلادك جمعت البعيدين والقريبين فاشتركوا في عيدك معا. بميلادك أعلن الملائكة للرعاة لقد ولد لكم اليوم مخلص هو الرب المسيح في مدينة داود. إليك نضرع الآن أيها الولد العجيب على عطر هذا البخور. هبنا أن نعرف سر تجسدك وامنحنا غفران الذنوب واصرف عنا أحزان النفس والجسد واذكر أمواتنا الراقدين على رجائك برخمو ربون لشرشوني. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. فنرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قد شاءت أنوه قد شاءت قد
أسأله قد شاط حايل طنوف قد شاط الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. آمين. سر الإيد العجيب فوق إدراك الإنسان يوم عندنا قد بان. من رآه أشعيا فوق إدراك الإنسان كان سرا خفيا يوم عندنا قد بان. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين برخمور ريشريشوهني. المجد للسيد الرسل ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين على هذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي، إن الله كلم الآباء قديما في الأنبياء مرات كثيرة وبأنواع شتى، وفي آخر هذه الأيام كلمنا في الابن الذي جعله وارثا لكل شيء وبه أنشأ العالمين، وهو شعاع مجده وصورة جوهره وضابط الكل بكلمة قدرته. فبعدما أتم تطهير الخطايا جلس عن يمين الجلالة في الأعالي، فصار أعظم من الملائكة بمقدار ما الاسم الذي ورثه أفضل من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وقال أيضا: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. أما عندما يدخل ابنه البكر إلى العالم فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته أرواحاً وخدامه لهيب نار. أما عن الابن فيقول: عرشك يا الله لدهر الدهر، وصولجان الاستقامة صولجان ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحك إلهك يا الله بدهن البهجة أفضل من شركائك. ويقول أيضا: أنت يا رب في البدء أسست الأرض، والسماوات صنع يديك، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى وتطويها كالرداء، وكالثوب تتبدل، وأنت أنت وسنوك لن تفنى. والتسبيح لله دائما. الكلمة صار بشرا وسكن بيننا، ورأينا مجده
المجد ابن الوحيد الآت من الآن. هللويا. أمام بشارة مخلصنا مبشرا بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. فرخمور أبو ريشريشوني، قال لوقا البشير: في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بإحصاء كل المعمورة. جرى هذا الإحصاء الأول عندما كان كيرينيوس والياً على سوريا، وكان الجميع يذهبون كل واحد إلى مدينته ليكتتبوا فيها. وصعد يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لأنه كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم خطيبته وهي حامل. وفيما كانا هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في مذود، لأنه لم يكن لهما موضع حيث حلا. وكان في تلك الناحية رعاة يقيمون في الحقول ويسهرون في هجعات الليل على قطعانهم، فإذا بملاك الرب قد وقف بهم ومجد الرب أشرق عليهم، فخافوا خوفاً عظيماً. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون للشعب كله، لأنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب في مدينة داود. وهذه علامة لكم: تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً في مذود. وانضم فجأة إلى الملاك جمهور من الجند السماوي يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. ولما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض: هيا بنا إلى بيت لحم لنرى هذا الأمر الذي حدث وقد أعلمنا به الرب. وجاءوا مسرعين، فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. ولما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم في شأن هذا الصبي.
وجميع الذين سمعوا تعجبوا مما قاله لهم الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ هذه الأمور كلها وتتأملها في قلبها. ثم عاد الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا حسب ما قيل لهم. برخمور أبو ريش ريشوني. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبشركم بفرح عظيم يكون للشعب كله، ولد اليوم لكم مخلص هو المسيح الرب. فخامة الرئيس، يسعدنا جميعا وبخاصة صاحب الغبطة والنيافة أبينا الكاردينال البطريرك مار نصر الله بطرس والأسرة البطريركية أن تكونوا مع السيدة اللبنانية الأولى عقيلتكم على رأس المحتفلين بهذه الليتورجية الإلهية في عيد ميلاد فادي الإنسان ومخلص العالم يسوع المسيح، الإله الذي صار إنسانا ليؤله الإنسان، كما يقول القديس أمبروسيوس. إنكم بحضوركم محاطين بهذه الكوكبة من أصحاب المقامات السياسية والقضائية والدبلوماسية والعسكرية والحزبية والنقابية والإخوة والأخوات جميعا، تحيون عادة حميدة تبهج أسرتنا البطريركية وهذا الصرح. فيطيب لي أن أعرب لكم فخامة الرئيس عن أطيب التهاني والتمنيات بالميلاد المجيد والسنة الجديدة الطارعة 2019، ونسأل الله أن يبارك خطاكم ويزيدكم حكمة في قيادة الوطن الحبيب وسط ما يحيط به من صعوبات سياسية واقتصادية واجتماعية وما يلحق به من نتائج الحروب والنزاعات الدائرة في المنطقة. نحن نشعر معكم بالغصة، إذ كنتم ترغبون أن تبهجوا الشعب اللبناني وتكملوا فرحة العيد بإهداء حكومة جديدة لوطن يطعن من الداخل ولشعب يتآكله القلق واليأس وفقدان الثقة بحكامه. كما يسعدني أيضا أقدم أخلص التهاني والتمنيات بالأعياد لكل الحاضرين معنا، بل لجميع اللبنانيين مقيمين ومنتشرين. وإننا نصلي معا من أجل الاستقرار في وطننا بتأليف حكومة جديدة والسلام في بلدان الشرق الأوسط وعودة جميع النازحين واللاجئين إلى أوطانهم وبيوتهم حفاظا على حقوقهم المدنية وثقافتهم الوطنية وتاريخهم. يوم ميلاد ابن الله إنسانا لخلاص العالم، كانت البشرى بالفرح العظيم لجميع الناس، وكان إعلانها الأول لرعاة بيت لحم البسطاء المتواضعين والبعيدين عن كبرياء وأنانية أغنياء أورشليم، فتلقوها بإيمان وحب وأسرعوا إلى المزود كما سمعنا، حاملين هدايا حبهم كما أنشد القديس أفرام السرياني، حاملين ليوسف لحما نقيا ولمريم حليبا
لذيذا وللطفل تسبيحا، وقدموا حملا رضيعا لمن سيكون حمل الفصح، بكرا للبكر ذبيحا للذبيح، حمل الزمان لحمل الحق. وكانت البشرى لعلماء الفلك مجوس بلاد فارس فقرؤوها في حركة النجوم، رأوا وآمنوا وجاءوا من بعيد إلى بيت لحم على هدي النجم، وقدموا هداياهم النبوية الصادرة من قلوبهم المؤمنة والمحبة، ذهبا لمن هو الملك، ولبانا بخورا لمن هو الكاهن، ومرا حنوطا لذبيح الفداء. من الرعاة والمجوس انطلقت عادة تقديم الهدايا في عيد الميلاد، وكان شعبنا اللبناني ينتظر هدية العيد. حكومة جديدة بعد انتظار 7 أشهر كاملة تخرجه من قلق المعيشة والأزمة الاقتصادية المتسببة بتفكك العائلة والحياة الزوجية وتدني الأخلاق وسقوط معظم شبابنا ضحايا المخدرات ومروجيها المحميين. ونعرف أن هذه كانت رغبتكم فخامة الرئيس، ورغبة المحبين حقا للبنان وشعبه ومؤسساته، فكان أن أصحاب القلوب الفارغة من الحب والمشاعر الإنسانية والولاء للوطن والإخلاص للشعب خنقوا فرحة العيد. ورغبتكم ورغبة اللبنانيين في قلوبهم، فكانت أول من أمس ردة فعل الشعب المحقة التي انطلقت بمظاهرات كعلامة غضب ورفض لسياسة لا مسؤولة مهترئة بالأنانية والفساد والمكاسب غير المشروعة والجنوح نحو تعطيل مسيرة الدولة. وقد دعوتم منذ يومين فخامة الرئيس إلى التمسك بالرجاء ورفض اليأس، فلابد لهذه الظلمة قلتم من أن تنجلي، ونحن نؤمن بذلك. فعند ميلاد ابن الله في ظلمة الليل الحالك أشرق من السماء نور الخلاص كشمس الظهيرة، وتمت نبوءة أشعيا: الشعب السائر في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم النور. ومع ذلك نعرف وجعكم فخامة الرئيس واستياءكم، أنتم الذين أعلنتم في خطاب القسم أن الأهم في مسؤوليتكم الأولى اطمئنان اللبنانيين إلى بعضهم البعض وإلى دولتهم بأن تكون الحامية لهم والمؤمنة لحقوقهم وحاجاتهم، وأن يكون رئيس الجمهورية ضامن الأمان والطمأنينة. انتهى كلامكم. إن الفرح المعلن للبشرية بميلاد الإله الإنسان يعني عودة بهاء الإنسانية إلى كل إنسان لكونه مخلوقا على صورة الله. إنها الأنسنة الجديدة مع الميلاد التي لا تتعايش مع الكبرياء والتسلط والحقد والأنانية والبغض والظلم والتعذيب وفساد القلب وموت الضمير بخلق صوت الله في أعماق الإنسان. فإذا عاد الإنسان إلى إنسانيته دخلت الأنسنة السياسة، فيتوقف السياسيون عن ابتزاز مؤسسات الدولة وسلب مالها العام وهدره، وعن قهر المواطنين
وحرمانهم حقوقهم، ويجعلون الدستور وحده قاعدة الحكم. ودخلت الاقتصاد، فلا يتحول سوء استعماله لاستغلال الإنسان ورفع شأن المادة على حساب كرامته وحقوقه، ولجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا. وإذا عاد الإنسان إلى إنسانيته، دخلت الأنسنة الوزارات والإدارات العامة فترتدع عن السرقة والرشوة والهدر، وتتحرر من الفساد والمفسدين وطغيان السياسيين والمذهبيين. ودخلت القضاء فيحكم بالعدل والإنصاف، متحررا من الإغراءات المالية والتدخلات الطائفية والسياسية والحزبية. ودخلت الأنسنة الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فتكف عن بث سم الكذب والمأجورية وانتهاك الكرامات والافتراء وتوجيه الإساءات. ودخلت المجتمع فينبذ الخلافات والنزاعات وانحطاط القيم، ويعزز جو الألفة والتضامن والترابط. فخامة الرئيس، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، هذه هي معاني الفرح العظيم الذي بشر به الملاك جميع الشعوب ليلة ميلاد فادي الإنسان ومخلص العالم يسوع المسيح. بهذا الفرح الذي نلتزم كلنا بنشره في حياتنا اليومية، في العائلة والمجتمع والكنيسة والدولة، نعلن بالمسرة الكبرى: ولد المسيح. هللويا، آمين. نؤمن بإله واحد. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، كل غير مخلوق. الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، أمين. إيتلوت مربح دلوه والوتلوه دم حادي طليوت ونبسوغ الطيبو طوخ اعول البيتوخ وسغود بايك لوخ الرب.
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومر يوسف البتول ومرمرون ومر يوحنا مرون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، فخامة رئيس الجمهورية ومعاوني وهذه الجماعة الحاضرة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس. منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله.
يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا برخمور بوريش ريشون. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة حلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة ولك يجب المجد وبك يليق المديح لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكاروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هود قدوم حاشود إلى معبد حي من ساب اللحم بداو قديش طوم سوء يا بالتلميذ أو كدمار ساب أخول منه الخول هنو دانيتاو فغير
يكون وحلف ساقية ما تقسي وما تيهب حسوي وتحوبي والحاية دلعنام علمي آمين وخانوا عالقصود أمزغوا من حمرو من مايو بارخ قادش ويا بالتلميذ وكادو مار سابش تومني كل خون هونو داني تاو دمو فيكون وحلف ساقية ما تشهد وما تيهب حصوي وتحوبي والحاية ده العلم علمي آمين أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيء اذكروا موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيء البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تدرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الأب طبيب الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا
فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا، وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي ليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محييا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي والقدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار نصر الله أبينا وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. يا رب اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعمة، نسألك يا رب. اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب وطننا الحبيب لبنان، أعطي فخامة رئيس جمهوريتنا حكمة وفقها من لدنك ليقود بلادنا إلى الأمان والسلام، وأبعد يا رب كل الشرور عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان واستفانوس رئيس الشمامسة، أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. أذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع
الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية. برخمور بوريش ريشوني، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي لمن يتناوله. واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك،
أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. إبن واحد قدوس، إبن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسدت لأجلنا. العمي يبصرون
المجد لك أيها المسيح. لأجلنا المجد لك. جسد المسيح ودمه عربون الحياة. جسد المسيح ودمه عربون الحياة. جسد المسيح. والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا.
تقديراً لعطاءات وتضحيات فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون في سبيل لبنان، يقدم غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى فخامته وسام مار مارون، وهو الوسام الأرفع في الكنيسة المارونية. كذلك وبمناسبة اليوبيل الذهبي لقبول فخامة الرئيس واللبنانية الأولى السيدة نادية الشامي عون سر الزواج المقدس، يمنحهما غبطته بركته الرسولية مستمطراً عليهما النعم الإلهية والخيرات السماوية. ويقدم لهما الأيقونة المارونية الأولى للعائلة المقدسة المستوحاة من أيقونة سيدة إليج. مبروك لفخامة الرئيس واللبنانية الأولى اليوبيل الذهبي وعقبال اليوبيل الماسي. نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا برغمور أموري شريشوني ولمجد اسمك القدوس ربك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفرانا، آمين، وللمرضى شفاء، آمين، ولمنكسري القلوب رجاء، آمين، وللحزان عزاء، آمين، وللموتى راحة، آمين، وللأسرى خلاصا، آمين، والمسافرين رفيقا، آمين، وللبعدين مرشدا، آمين، وللقريبين حافظا، آمين، ولفخامة الرئيس تأييدا، وللبنان حكومة، آمين، وللمنطقة سلاما، آمين، وللاجئين والنازحين عودة، آمين، ويمين رحمتك تبارك وطننا وهذا الموضع وسكانه المؤمنين، اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، أرسل إليهم يا رب نعمتك ونجهم من كل ما يهلك نفوسهم ويؤذي أجسادهم. يا رب انصر رئيسنا وحكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوسف البتول ومار مارون ومار يوحنا مارون وجميع القديسين، أمين. ولد المسيح، هللويا، عقبال كل سنة. شكرا. إذا بتعملوا معروف نبقى مكاننا حتى
السيد البطريرك وفخامة الرئيس بيتوجهوا لصالون الصرح البطريركي لاستقبالكم ولتهنئتهم بالعيد. ميرسي. يا بالبهائي يوم جئت الأرض ربا.